بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بطلاب الصف العاشر في مادة التربية الوطنية في الدرس الثاني للوحدة السادسة السيرة الحضارية للأردن. ونأخذ في درسنا لهذا اليوم محافظة جرش، وهي من محافظات الشمال، تقع في شمال الأردن وأيضا شمال العاصمة عمان. وننظر إلى الشكل صفحة 55، موقع محافظة جرش على خريطة المملكة الأردنية الهاشمية. وسنتطرق اليوم للحديث عن موقع جرش، التطور التاريخي لها وأهم معالمها الأثرية، وجرش في العصر الحديث، وأيضا سوف نتحدث عن مهرجان جرش للثقافة والفنون. بداية، جرش تقع في الشمال الغربي من العاصمة عمان، تبعد عنها 48 كيلومتر تقريبا. تتميز بوجود آثار وغابات وأراض زراعية. العرب قديما أطلقوا على جرش اسم جراشة أو جرشو، أي مكان كثيف الأشجار. أما الإغريق اليونان فقد أطلقوا عليها اسم جراسة، وبقيت حتى وجود الرومان، وقد استخدمها الرومان كأحد مدن الديكابوليس، أي المدن العشر التجارية الاقتصادية التي أسسها بومبي في عام 63 قبل الميلاد لمواجهة الأنباط في جنوب الأردن، حيث كان الرومان بالشمال مع مجموعة مناطق 10 بين فلسطين والأردن، والأنباط في الجنوب في منطقة البتراء. ننتقل الآن إلى الموضوع الثاني، وهو التطور التاريخي لمنطقة جرش. جرش كانت منطقة مأهولة بالسكان، ونعود بذلك إلى العصرين البرونزي والحديدي، حيث تم اكتشاف قديما من قبل علماء الآثار أن الإسكندر المقدوني هو الذي قام ببنائها في القرن الرابع قبل الميلاد على أنقاض مدينة قديمة. إذن عاصرت منطقة جرش العصرين البرونزي والحديدي، وقام الإسكندر المقدوني ببنائها على أثار مدينة قديمة. وقد تعاقبت على المنطقة أمم وحضارات قديمة أدت إلى وجود ثقافات مختلفة. من أهم هذه المعالم الموجودة في جرش المدرجات والساحات والآمدة والحجارة المزغرفة بالنقوش والرسومات، ووجود معابد وهياكل وكنائس في هذه المنطقة. وقد وصلت جرش إلى عصر ذهبي، واتسعت حركة التجارة فيها. إذن هناك مجموعة من الآثار والمعالم الحضارية، والتي سنبدأ بالحديث عنها في المعالم الأثرية في جرش في صفحة 56. أول معلم من هذه المعالم هو قوس النصر، كما في الشكل التالي. قوس النصر يعد من أهم المعالم الموجودة في منطقة جرش الأثرية. بناه الإمبراطور هادريان، أو بني عند زيارة الإمبراطور هادريان، وأيضا سمي قوس هادريان بسبب قيامه بزيارة مدينة جرش، فقام سكان المنطقة ببناء هذا القوس تكريما له. أما المعلم الثاني وهو البوابة الجنوبية، تتألف من ثلاثة أقواس تحيطها أبراج وغرف للحراسة. ثالث معلم هو ساحة الندوة في الصورة. هذه الساحة عبارة عن ساحة مبلطة بيضاوية الشكل، محاطة بمجموعة من الأعمدة تعلوها تيجان، التيجان من الطراز الأيوني، الأعمدة عفوا من الطراز الأيوني، والتيجان من الطراز الكورنيثي. وفي منتصف هذه الساحة يوجد قاعدة يقال بأنها لتمثال. ننتقل الآن إلى المعلم الرابع، وهو المدرج الجنوبي، وهذه صورة للمدرج. المدرج الجنوبي يتألف من 32 صفا من المقاعد، تتسع لـ 4000 أو
أو تقريبا إلى 5000 متفرج. خامسا، الشارع الرئيس أو شارع الأعمدة كما نرى في الصورة. شارع الأعمدة يمتد من ساحة الندوة حتى البوابة الشمالية، طوله 600 متر، وكان له أهمية كبيرة. الشارع مبلط، يمكن من خلاله مشاهدة قنوات لتصريف المياه، ويتفرع من الشارع بعض الأبنية العامة والمهمة مثل سبيل العذارى ومعبد أرتيمس. هذه هي أهم المعالم الموجودة في جرش. نأتي الآن إلى المعلم الأخير وهو هيكل أرتميس. هيكل أرتميس كما في الصور هو عبارة عن مبنى روماني يعد فيه الإله الراعية لمدينة جرش، والهيكل عبارة عن بناء صغير يتوسع مخططا عظيما واسعا من الباحات يتوسط مخططا عظيما واسعا من الباحات والبوابات، وأيضا يوجد فيه كنائس بيزنطية ومساجد أموية وأيوبية ومملوكية، ويوجد فيه نقوش من كتابات إغريقية ولاتينية وعربية قديمة. إذا هيكل أرتميس هو مبنى روماني يعد منطقة للإله الراعي لمدينة جرش، والهيكل عبارة عن بناء صغير يتوسط مخطط من باحات وبوابات، ويحتوي على كنائس ومساجد ونقوش من كتابات متعددة. ننتقل الآن إلى الموضوع الأخير في الدرس وهو جرش في العصر الحديث. حديثا في عام 1923 تم إنشاء أول متحف للآثار في جرش أسفل معبد أرتميس، وهو عبارة عن قبو، أسفل هذه المعبد ساحة واسعة كان يتم فيها عرض الآثار والمكتشفات الأثرية الموجودة في جرش، وأيضا عرض اللوحات الفسيفسائية. مع التطور في عام 1985 تم عمل المتحف في منطقة أو استراحة جرش القديمة، قاموا بترتيب وإنشاء هذه المنطقة لعمل ما يسمى بالأردن عبر العصور، متحف أو معرض يسمى الأردن عبر العصور، لأيضا عرض المكتشفات الأثرية الموجودة في منطقة جرش. أما في القرن العشرين وتحديدا في الخمسينيات نمت جرش سكانيا وعمرانيا. هنا سؤال علل أو فسر، ما سبب نمو جرش سكانيا وعمرانيا في القرن العشرين وتحديدا في الخمسينيات؟ هناك سببان. الأول الاستقرار السياسي الذي عمت به الأردن في ظل القيادة الهاشمية. ثانيا الأهمية السياحية لها بسبب وجود بعض الآثار الرومانية ووقوعها على أهم خطوط المواصلات في الأردن، خاصة ما بين طريق عمان إربد. إذا سبب نمو سكاني وعمراني في منطقة جرش في القرن العشرين استقرار سياسي موجود في المنطقة في الأردن، وثانيا خط طريق مواصلات بين إربد وعمان. بعد ذلك قاموا أيضا بزيادة في الزحف العمراني، لكن استثنوا الجهة الغربية من المنطقة لأنها تحتوي على مجموعة من الآثار والتي هي آثار جرش الموجودة حاليا. إذا الزحف العمراني أخذ جميع الجهات الموجودة في جرش إلا المنطقة الأثرية الغربية، وهذا التطور العمراني كان يتطور معه وجود وظائف وخدمات في المنطقة، أيضا زيادة في عدد السكان. إذا تطور عمراني وتعدد وظائف وخدمات في المنطقة وزيادة في عدد السكان. ننتقل الآن إلى مهرجان جرش للثقافة والفنون.
ما هو هذا المهرجان؟ هو عبارة عن مهرجان فني ثقافي يقام سنويا في جرش، تأسس في عام 1983، تهتم فيه وزارة الثقافة وهي الراعي الرسمي له. في جرش يكون هناك فعاليات فنية وثقافية، أيضا عروض تراثية لجميع دول العالم. يتم في جرش التعبير عن أرقى الفنون العالمية، وهذا أدى إلى أن تكسب هذه المدينة سمعة مميزة من خلال هذا المهرجان، حيث عملت على زيادة السياحة وجذب السياح في هذه المنطقة. بهذا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع. نتمنى بأن تقوموا بحل الأسئلة في صفحة 59، السؤال الرابع والخامس والسابع. في صفحة 59 السؤال الرابع والخامس والسابع، ومن أسئلة الوحدة في صفحة 60 السؤال الثاني والسؤال الخامس. وشكرا لكم.